هو الذي سينفذ هذه المخالفة لصالح فريق ليستر من هناك على يمين الحارس سيرجيو ريكو. مخالفات مثل هذه صعبة كثير. رياض وأول برايتون في تنفيذ هذه المخالفة، بل هو رياض فيس مورغان يهز الشباك بمساعدة دفاع إشبيليا. في نهاية المطاف حلة العقدة وجاء الجول. ليستر سيتي يفتتح مجال التسجيل عند الدقيقة 26 من عمر هذا الشوط الأول. فيس مورغان فعلها وسجل أول أهدافه في حياته في دوري أبطال أوروبا. الكرة من رياض ضربت في فيس مورغان ودخلت جول. في القائمة الثانية لم يفعل شيئا، ضربت في قدمه اليمنى ودخلت جول. كان يبحث عليها براسه، ضربت في رجله ودخلت. عندما يوزعها رياض المسها فقط تدخل الشباك، جول. ليستر سيتي متفوق على إشبيليا بهدف مقابل صفر. مورغان يسجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا، سيكون هدف تاريخي لو يسمح لليستر بالتأهل للدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، ويكون تأهل تاريخي. لسنا هنا بعد، لأن يستلم رياض محرز، عنده الكرة من هناك. رياض باليسرى ثم باليمنى، كرة جول.